بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما نتعلمه وما نعلمه حجة لنا لا علينا، وارزقنا عملا صالحا ترضى به عنا، واختم بالصالحات أعمارنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا على حضوركم، وجزا الله الشيخ على التقديم. وإن كنتم حضرتم أنتم لتسمعوا مني لا لتسمعوا عني أصلا. الإنسان مهما قيل عنه هي أوراق، إن لم يظهر أثرها من خلال ما يطرح وما يفيد فلا تعد عن كونها أوراق. فأهلا، أولا أهلا وسهلا بكم خلال هذه الوقفة. بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن موضوع وورقة مقدمة بعنوان غربة القرآن بين أهله. أولا أيها الأحبة، يشهد الله أن ما من زائر يزور هذا البلد الطيب إلا وينشرح قلبه وفؤاده وهو يرى مراكز تحفيظ القرآن الكريم تملأ كل مكان، وهو حيثما يقلب ناظره يجد الطلاب والأعداد الغفيرة والجهد المبذول والحرص على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وتعليمه، فينشرح الصدر. وكما نقول دائما، هنا هو بلد القرآن ولا فخر، بلد القرآن الذي تجد فيه مراكز القرآن ومدارس القرآن وحفاظ القرآن في كل مكان، فينشرح صدرك بهم. الذي تجد فيه منذ الصباح إلى الليل وأنت ترى المراكز كلها تحفظ للقرآن، والذي تجد فيه الراحة والأنس. ونحن نقول مثلما أكرمكم الله بالاهتمام بكتابه وتعليمه وتعلمه قبل ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم بأن يديم عليكم نعمه، وبأن يجنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنه كما سعيتم لتعليم كتابه وتعلمه بأن يجعل سعيكم هذا وسعينا سبب لنجاتنا في الدنيا ورفع درجاتنا في الآخرة. قبل أن نشرع في الموضوع أيها الأحبة، أولا لابد أن نستشعر النعمة التي نحن فيها، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى أن اصطفانا لخدمة كتابه كمعلمين ومشرفين ومدراء مراكز. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل، وعلى أن سخرنا لأن نكون من أهل القرآن. وكما كان دعاء الصالحين: اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، ليكن هذا دعاءنا: اللهم استعملنا لخدمة كتابك، اللهم استعملنا لنشر دينك، اللهم استعملنا لنفع عبادك. فيكون هذا هو دعاؤنا وشعارنا: اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. ونعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إن لم نستشعر هذه النعمة أيها الأحبة، فسيأتي الله بأناس يعملون للدين أكثر من عملنا، فسيأتي الله بأناس أكثر ذكاء من ذكائنا، سيأتي الله بأناس
أفهم ربما من فهمنا. سيأتي الله بأناس أشد حرصا ربما من حرصنا، فلذلك لنستشعر هذه النعمة. وإن تتولوا، إن أعرضنا، وإن لم نقم بهذه المهمة كما أراد الله، فسيسخر الله من يقوم بها ونكون نحن الذين خسرنا، ولا ونعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أي إن لم يستشعروا مقدار النعمة التي هم فيها، ولم يقدروها قدرها، ولم يعطوها حقها من الشكر، من العمل، من البذل، من الجهد، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فنستشعر هذا الأمر أيها الأحبة، أنتم والله إن أفضل ما تصرف به الأوقات كتاب الله، أفضل ما تبذل به الجهود كتاب الله، كيف لا؟ وفي الحديث الذي رواه عثمان كما تعلمون جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معلم القرآن جمع كما قال العلماء بين الخيرين، فهو تعلمه في وقت ثم صار يعلمه، فهو جمع بين الخير الأول والثاني، خيركم من تعلم فهو تعلمه، وعلمه فهو الآن يعلمه. وفي رواية أخرى: أفضلكم من تعلم القرآن ثم علمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. غربة القرآن بين أهله. القرآن اليوم ما شاء الله كثرت الروايات، كثر الحفاظ له، كثرت المراكز التي تدرس فيه، كثر القراء الذين يقرؤونه ويرتلونه، كثير ما شاء الله، لكن ما زلنا نشكو غربة، غربة القرآن بين أهله. ولعل السائل يسأل: كيف يكون القرآن غريب وكثير من الناس يحفظونه؟ كيف يكون القرآن غريب وكثير من القراء نسمعهم؟ كيف يكون القرآن غريبا وكثير من الناس يؤلفون في التجويد وعلوم القرآن كثير جدا؟ كيف يكون غريبا؟ إن غربة القرآن أيها الأحبة تظهر من خلال أمور: أولها من البون الشاسع بين الأقوال والأفعال، فهناك فجوة كبيرة بين الأقوال والأفعال. كل المسلمون إذا أتيت تخاطبهم وتسمع أقوالهم تجد الإسلام بأبهى صوره، وإذا أتيت لمعاملاتهم تجد غير ذلك. كثير من الحفاظ يحفظ القرآن، لكن إذا أتيت لأخلاقه ليست أخلاق القرآن، إذا أتيت لتصرفاته ليست تصرفات القرآن، إذا أتيت لمعاملاته ليس المعاملة التي يرضاها القرآن والتي يأمره بها كلام الله. فإذن القرآن غريبا عند أهله، نعم عند من يحفظه، قبل أن يكون غريبا عند الناس. فغربة القرآن من خلال البون الشاسع بين الأقوال والأفعال. غربة القرآن من خلال غياب الفهم الصحيح. الحافظ القرآن الحفاظ كثير، لكن كم الذين يفهمون هذا؟ يحفظ 30 جزءا وإن أتيت لتناقشه في معنى آية لا يعرف معناها، وإن قلت له ما معنى هذه الكلمة لا أدري، وإن قلت له استخرج منها دليلا حكما فقهيا لا أعلم، وإن قلت له كيف تستفيد من هذه الآية ومن هذه السورة في الرد على الشبهات لا أدري. إذن القرآن غريب حتى عند الحفاظ، نعم عند أهله هم يحفظونه لكن لا يفهمونه.
فهو غائب الفهم. فلذلك القرآن نشكو اليوم غربة، نعم، لأن الفهم غير موجود، وغياب الفهم يؤدي إلى عدم الصواب في العمل، لأن كيف أعمل أنا عملا صحيحا إن كان الفهم ليس موجودا أصلا، أو إن كان الفهم مغلوطا؟ سيؤدي إلى أن أعمل وأظن أنني أتقرب إلى الله وقد أكون بالضد من ذلك، لأني لم أفهم مراد الله سبحانه وتعالى. نرى غربة القرآن أيها الأحبة من خلال زيادة عدد حفاظه، وفي المقابل زيادة الانحراف والمعاصي والمنكرات. الحفاظ يكثرون والمعاصي تكثر، الحفاظ يزيدون والشباب المنحرفون والذين يتساقطون في الهوى والشبهات يزيدون. القرآن غريبا إذن، لأنه الأصل كلما زاد حافظ من حفظة كتاب الله كلما قل المنكر، لأن المنكر والمعاصي كالداء وأهل القرآن كالدواء، فالأصل كلما زاد الدواء قل الداء. لماذا؟ لأن هذا الحافظ إذا فهم كلام الله فهو سيتجه للقضاء على ماذا؟ على الداء، من خلال النصح، من خلال التوجيه، من خلال الإرشاد، من خلال المواعظ، من خلال الخطب، من خلال التوصيات. لكن ما نراه اليوم عكس ذلك تماما، الحفاظ يكثرون والانحراف يكثر. هناك خلل إذن، لأن الحافظ لا يعرف أصلا ما هو دوره، هو يتعلم في المركز أن دوره أن يكمل الجزء ثم الجزء ثم 30 جزءا فقط وانتهى دوره بهذا، بينما أهل الشر يعرفون دورهم، فهم يسعون بكل الطرق لأن يحققون أهدافهم السيئة، فيزينون الباطل ويشككون في الدين ويغرون الشباب للوقوع في الشهوات أو الشبهات. فإذا نشكو غربة أيها الأحبة، نشكو غربة لهذه الأسباب. لعل سائل الآن يسأل فيقول: ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الغربة؟ الغربة موجود ونلمسها واقعا، طيب هل هناك أسباب بالإمكان أن تدلنا عليها حتى نسعى لأن نخفف من هذه الأسباب لتكون النتائج غير ما هي في وضعها الحالي الآن؟ أسباب كثيرة. أول الأسباب القصور في التصور لواجبنا الحقيقي تجاه كلام الله سبحانه وتعالى. الكثير وللأسف إما من المعلمين أو من مسؤولي ومشرفي المراكز، فكرته عند إقامة المركز هو كيف أخرج أكبر عدد من الحفاظ، هذه هي فكرته، هذا هو تصوره. وإذا سألته لماذا؟ قال: إني أخدم كلام الله سبحانه وتعالى. سؤال هنا: هل خدمة كلام الله لا يكون إلا من خلال أن أخرج الحفاظ فقط؟ هذا هو الغرض من القرآن عندما أنزل؟ أن نتخصص في أن نكمل 30 جزءا ثم نخرجه؟ لا يا أستاذ، خدمة القرآن أكبر من ذلك، هدف المراكز القرآنية أعلى من ذلك، الحفظ جزء من أهداف المراكز، لكن الأصل الهدف الأسمى في أي مركز قرآني هو ربط الناشئة بالقرآن فهما سلوكا تدبرا، هذا الهدف. أما الحفظ هو جزء منه، جزء من أهداف المراكز القرآنية أن يحفظ الطالب فيها، لكن أن يفهم القرآن هذا مهم، أن يتدبر القرآن هذا مهم، أن أصبغ أخلاقه بأخلاق القرآن هذا مهم. فإذا من أسباب غربة القرآن غياب هذا التصور. على سبيل المثال في اليمن وضعت مثل هذا
أوراق ثم وزعتها لمدراء مراكز القرآن، وكان سؤالا واحدا وهو: ما الهدف، ما هدفك من تعليم القرآن؟ هذا يقول هدفي التربية، آخر يقول هدفي الحفظ، الآخر يقول هدفي بدل أن يخرج الطلاب إلى الخارج يكون عندي فقط. كل واحد منهم لديه هدف مستقل. ثم سألنا من قال هدفي التربية، هدفي أن أربي، ما هو المنهج الذي تستخدمه حتى تربي؟ نعم نعم لدينا أهداف، لكن ماذا نفعل حتى نحقق الأهداف؟ نحن جميعنا ربما بل الكثير إذا سألته ما هدفك قال أربي، يعطيني المنهج الذي تسير عليه حتى تحقق هدف التربية. لا فقط أربي، كيف تربي؟ طيب، فأيها الأحبة، غياب التصور هو الذي أحد أسباب غربة القرآن. فلذلك إذا أتينا الآن للمراكز القرآنية كلنا وللأسف نقع، المسابقات تقام لمن؟ هل يوجد مسابقة في أسباب النزول الآيات والاختبار فيها؟ هل يوجد مسابقة في الناسخ والمنسوخ؟ لا يوجد، كل مسابقاتنا في الحفظ، كل عملنا على الحفظ فقط. فلذلك نخرج إنسان يحفظ لكن لا يفهم شيئا. مسابقاتنا للحفظ، مراكزنا للحفظ، خططنا للحفظ، أهدافنا للحفظ. ولذلك كان القرآن غريبا حتى بين أهله، لأننا لم نفهم الرسالة الحقيقية للقرآن. إذا كنا نحن كمعلمين أو مدراء مراكز ما زال الفهم والتصور ناقصا، كيف نتوقع أن يكون الطلاب؟ لذلك أيها الأحبة، الحفظ جزء من أهداف المراكز القرآنية، ليس كله، والحفظ ليس منقبة. ولو كان عدم الحفظ عيب لكنا نعيب الصحابة، لم يكونوا كلهم حفاظ. لذلك أول الأسباب من أسباب غربة القرآن بين أهله غياب التصور الصحيح عند مدراء المراكز ومعلميه. للأسف أيها الأحبة، نحن في زمن كثرت فيه الأوراق وغابت الحقائق، كثرت الإجازات القرآنية وقل المجيدون، وذلك لسهولة الوصول إليها. اليوم سهل أن تحصل على أكثر الإجازات، سهل أن تحصل على أعلى الدرجات العلمية لسهولة الوصول إلى المراجع العلمية والكتب والأبحاث، وتساهل البعض أيضا وخاصة في المجال القرآني. لم يسلم أهل القرآن من، وخاصة الذين يعملون في مجال القرآن اليوم، للأسف وصل الحد إلى أن تباع الإجازة بيعا. بإمكانك أن تدفع مبلغا من المال فتحصل على أعلى الإجازات وإن كنت لست أهلا لها ولست من أهلها، أصبح جانب مال. فكثرت الأوراق وغابت الحقائق. كم من إنسان تقرأ لديه كل الأوراق، لكن إذا جلست معه تدرك حقيقة الفراغ والوهم الذي يعيشه. للأسف أيها الأحبة، أمة اقرأ لا تقرأ، ومن يقرأ منهم يستخدم قراءته للحفظ لا للفهم وللاستنتاج والاستنباط. وللأسف أيضا أن نظامنا التعليمي كامل، كل المنظومة التعليمية اليوم تزرع الحفظ. مدارسنا تلقن الطلاب المعلومة وتقيمهم بناء على حفظها لا على فهمها. جامعاتنا مناهجها وطرق الاختبار فيها لا تدع مجال للطالب سوى ماذا؟ ترديد ما قاله الأستاذ
ونقله إلى الكراسة ثم إلى ورقة الامتحان. مراكزنا الشرعية للأسف تهتم بالانتهاء من الكتاب تلو الكتاب دون زرع مفهوم الاستدلال الاستنباط. حلقات تعليم القرآن كما قلنا اهتمام مبالغ في الحفظ الجزء ثم الجزء وهو لا يفهم معنى كلمة واحدة، ونحقق بذلك هدف من أهداف أعدائنا، فهم يريدون أن نكون أمة لا تقرأ، وإن قرأت لا تفهم، وإن فهمت لا تعمل، وإن عملت لا تجيد.